هنا هتتعلم طريقة استرجاع محادثات الواتساب المحذوفة. انت مش هتحتاج انك تسترجعه من جوجل درايف، ولا تحتاج انك تسترجعه بنسخة احتياطي. الموضوع ابسط من كده، وكمان مش هتحتاج انك تنزل اي برامج علشان تسترجع محادثات الواتساب. السلام عليكم. دلوقتي هنسترجع مع بعض رسائل الواتساب المحذوفه. لو كان جهازك اتفرمت، او انت غيرت الجهاز بتاعك، او انت حتى جيت تمسح التطبيق بالغلط وعلى طول جيت تسجل على رقم تليفونك من داخل التطبيق، ما لقيتش اي حاجه خالص، ومفيش اي دردشات ولا اي صور ولا فيديوهات، حتى الجروبات اللي انت مشترك فيها كلها اتشالت. دلوقتي مع بعض هنسترجع كل الكلام ده بابسط الطرق، وكمان طريقه جديده غير اللي احنا شرحناها تماما قبل كده. يلا بينا كده نبدا الشرح، بس ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، ولو احتجت اي حاجة اتواصل معي في التعليقات، ويلا بينا. زي ما انت شايف كده هنفتح مع بعض الواتساب. طبعا لما تيجي تفتح الواتساب كده هتلاقي الدردشات او محادثات. طيب انت ما عندكش دردشات ومحادثات خالص، كل اللي عليك بس انك هتمشي تبع الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقت. اول حاجة بتروح عندك على الواتساب كده، وبعد كده بتقوم انت ضغط عليه ضغطة طويلة، وتروح عندك على علامة الاي اللي كانت موجودة فوق دي، تضغط عليها ضغطة كده، تمام؟ دي اللي هي انفورميشن الخاصة بالتطبيق. طبعا بتنزل تحت كده، مجرد بس ما بتيجي تروح عندك على مكان التخزين زي ما انت شايف كده، مكان التخزين 259 ميجا بايت مستخدمين داخل الجهاز. طيب كل اللي عليا بس ان انا بعمل حاجه بسيطه جدا، تضغط عليها ضغطه طويله كده، وتقوم انت رايح عامل كلمه الغاء تثبيت زي ما انت شايف كده، بقول لك هل تريد ازاله هذا التطبيق الاحتفاظ ب 139 ميجا من داخل بيانات التطبيق. طبعا زي ما احنا عرفنا دلوقتي في 260 اصلا جوه التطبيق، فازاي بيقول لك 139 ميجا؟ 139 ميجا دول اللي هم الخاصين بالبيك اب موجودين داخل الجهاز نفسه. طيب هنشرح كل ده بالتفصيل دلوقتي. كل عليك بس بتضغط عندك على كلمه الاحتفاظ، وبعد كده اضغط عندك على كلمه حسنا، وبعد كده التطبيق بيتشال خالص. طبعا احنا مش هنعمل استرجاع بقى من جوجل درايف والحوارات دي كلها، ممكن ما تلاقيش حاجه عندك اصلا على جوجل درايف. زي ما انت شايف كده احنا عملنا ازاله تماما للواتساب. كل عليك بقى انت بتروح بتنزل الواتساب تاني من على جوجل بلاي. اضغط عندك على جوجل بلاي واكتب هنا فوق واتساب، تمام؟ نكتب هنا واتساب، وبعد كده بقى بتروح عندك على التطبيق نفسه، اعمل له تثبيت طبعا 46 ميجا. زي ما احنا اتفقنا انك هتعمل تثبيت للتطبيق بعد الازاله، وان شاء الله بعد ما نيجي نثبت التطبيق هقول لك على حاجه مهمه انت لازم تعملها. معروف انك تقدر تسترجع رسائل الواتساب من على جوجل درايف، او من على الجهاز نفسه، او من خلال برامج وتطبيقات، لكن احنا هنسترجع رسائل الواتساب المحذوفه من على الجهاز نفسه. طبعا زي ما انت شايف كده هو بيقول لي جرى تثبيت الواتساب ماسنجر، بس خلي بالك الواتساب قبل كده كان عامل نسخه احتياطيه داخل الجهاز بتاعك. طيب انا عايز اعرف النسخه الاحتياطيه، طبعا هو نزل التطبيق خلاص، انا عايز اعرف النسخه الاحتياطيه جوه الجهاز بتاعتي موجوده ولا لا. كل عليك بس بتروح عندك على مدير الملفات، وبعد كده بتروح عندك على مكان التخزين، تضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده بتروح عندك على كلمه الاساسيات اللي فوق اختيار الكل، تمام؟ وبعد كده بتنزل تحت كده شويه، بتروح عندك بتدور على حاجه اسمها اندرويد، وبعد كده بتروح عندك على الميديا، تمام؟ وهنا بتنزل بتدور على حاجه اسمها واتساب. ارجع تاني وروح للداتا واختار حاجه حاجه كده لحد ما تلاقي هنا الواتساب. طيب بما ان انا مش لاقيها او مش عارف اوصل لها، عندك محرك البحث اللي فوق ده، اكتب فوق هنا بس واتس او واتساب، وبعد كده بيظهر لك الفولدر الخاص بالواتساب زي ما انت شايف كده، تضغط عليه ضغطه، وبعد كده بتروح عندك على البيك اب، اضغط عندك على البيك اب، وزي ما انت شايف هنا بصيغه سي ار واي بي تي 14 زي ما انت شايف كده، في عندي 251 ميجا بت، ده الداتا او بيانات الهاتف بتاعي. طيب خلاص كده احنا خلصنا من تنزيل الواتساب، انا هحاول اخرج لكم بره كده، تمام؟ نطلع بره. زي ما انت شايف كده الواتساب نزل. طيب انا محتاج ان انا اسجل دخول عليه دلوقتي؟ لا، انت كل اللي عليك بس بتروح عندك على الضبط، وبعد كده بقى بتنزل على الحسابات، دور عندك على كلمه الحسابات، تمام؟ فين هي؟ اهي، وبعد كده اداره الحسابات، ومن هنا بتروح عندك على حساب جوجل، وتحذف حساب جوجل تماما، بس المهم يكون انت عارف الباسورد الخاص بحساب جوجل عشان هنرجع نسجله من جديد. اوعى تنسى حساب جوجل، لانك انت لو نسيته حرفيا الجهاز بتاعك ممكن يقفل منك. انا هعمل ازاله للحساب، تمام؟ وبعد كده بقول له حسنا، احط البصمه بتاعتي، تمام؟ وبعد كده بقول له كده خلاص انا كده عملت ازاله للحساب تماما، كده التليفون بتاعي من غير اي حساب جوجل.
من هنا بقى هقدر استرجع رسائل الواتساب المحذوفه من داخل الجهاز نفسه من غير بقى ما اروح عندي على جوجل درايف او اروح عندي على البرامج وتطبيقات وبتاع. احنا مش محتاجين اي برامج في الليله دي كلها. طيب هتروح عندك على الواتساب وبعد كده بقى بتسجل رقم التليفون بتاعك. خلي بالك بقى انت هتروح عندك على الواتساب وبعد كده بتضغط عليه ضغطه كده هيفتح معاك الواجهه بتاعه الواتساب عادي جدا. قول له هنا موافقه والمتابعه وبتبدا تسجل دخولك على الحساب عادي جدا. بتسجل رقم تليفونك وبعد كده بيوصل لك رساله التاكيد على الاس ام اس وبتسجلها وبعد كده هنشوف بقى مع بعض هندخل على الواتساب نفسه في الاخر هيظهر لنا الرسائل او المحادثات ولا لا. يلا بينا كده نشوف مع بعض. خلي بالك كده احنا عملنا كل اللي انا قلت لك عليه وبعد كده بقول لك هنا المعلومات الشخصيه. بتكتب اسمك وطبعا بتضغط عندك على كلمه التالي. قال لك انشاء مفتاح قول له تخطي. هنا بقى بيقول لك جار التهيؤه برجاء الانتظار لحظه ويبدا بقى يبحث عن البيك اب اللي موجود في الجهاز نفسه. طبعا زي ما احنا اتفقنا لو البيك اب بتاعك اكتر من 100 ميجا اعرف ان هي الداتا بتاعتك. اقل من كده لو بالكيلو بايت لا للاسف انت مش هتلاقي الداتا او البيك اب موجود على الجهاز بتاعك للواتساب. زي ما انت شايف كده ادى كل الرسائل والمحادثات رجعت من جديد. حتى الجروبات اللي انا كنت منضم ليها لقيتها برضو رجعت من جديد وانا لسه برضو ما زلت الادمن فيها. كل حاجه رجعت زي الاول. كده كان شرحي على طريقه استرجاع الرسائل الواتساب المحذوفه لاخر تحديث موجود معانا والطريقه جديده ومختلفه تماما عن اللي احنا ذكرناها قبل كده. يا ريت لو فادك الفيديو او الطريقه نجحت معاك تكتب لنا في الكومنتات تحت وما تنساش تزور الرابط اللي موجود في التعليقات هتعرف اكتر على تفاصيل استرجاع رسائل المحادثات الواتساب المحذوفه. شكرا ليكم ودمتم بخير. سلام.